لم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. فهو يعلم ما يكون بين الناس من الكلام والنجوى فيما بينهم، يعلم ما يسرون وما يعلنون، يعلم ما في الصدور، يعلم ما في السماوات والأرض. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فعلم الله شامل لما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، كله داخل في علم الله جل وعلا الشامل المحيط بكل شيء في الماضي والحاضر والمستقبل.